تصاعد الدخان من داخل حجز أبو شفيق. الدخان تصاعد داخل الحجز بعد توجيه ضربات الهاون من قبل الجيش الحر. 17/6/2013. الدخان تصاعد من داخل الحاجز. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا الدخان يتصاعد على مدخل الحاجز تقريبا بعد استهداف قذيفة هاون من قبل الجيش الحر، وهذا الدخان الأسود يتصاعد من بعد استهداف قذائف الهاون. 17/6/2013 يقوم الجيش الحر باستهداف حاجز أبو شفيق. الله أكبر، قصف متبادل ما بين الجيش الحر وكتائب الأسد. الله أكبر، الله أكبر. اتجاه جنوب 150 متر بالهدف. 50 متر يا زلمة، قدر بين العمود والعمود 50 متر، اجعل كله 100. هذا الحاجز تماما مكان الدخان الأسود، هنا يوجد حاجز أبو شفيق التابع لكتائب الأسد. الدخان يتصاعد داخل الحاجز. الدخان يتصاعد داخل الحاجز. الدخان يتصاعد داخل الحاجز. حسب ما علمنا أن القذيفة سقطت بعيد عن الحاجز، ولكن الدخان يتصاعد داخل الحاجز. الدخان الأسود هو داخل الحاجز تماما، والدخان الأبيض على مدخل الحاجز. الله أكبر، الله أكبر. حاجز أبو شفيق لا يرى فيه إلا الدخان الأسود يتصاعد بعد استهدافه بقذائف الهاون من قبل أبطال الجيش السوري الحر. 17/6/2013، ولا يزال الدخان يتصاعد من داخل الحاجز. هذا هو حاجز أبو شفيق، لا يرى فيه إلا الدخان الأسود، ولا نسمع أي أصوات لإطلاق نار من داخل الحاجز. هذا في إشارة لأن الحاجز لا يبدي أي مقاومة على الإطلاق. لا يرى في داخل الحاجز إلا الدخان يتصاعد. والآن سوف يتم الرمي على حاجز أبو شفيق من قبل الجيش السوري الحر. استعد الجيش الحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. حاجة
حاجز أبو شفيق لا يرى فيه إلا الدخان الأسود يتصاعد. الله أكبر، والقصف عليه متواصل بقذائف الهاون. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تصاعد الدخان من داخل الحاجز أبو شفيق، تصاعد الدخان من داخل الحاجز، وعلى ما يبدو أن القذيفة انطلقت من هذا المكان، من هذا المكان تحديدا تماما، من هنا تم إطلاق القذيفة. هذا الغبار من بعد قصف بقذيفة الهاون، هذا الغبار الذي تصاعد من المكان، وهذا هو حاجز أبو شفيق الواقع في ريف حماس الشمالي، والدخان يتصاعد من داخل الحاجز، ولا يزال الجيش الحر يستهدف هذا الحاجز بقذائف الهاون، وعلى مسافات قريبة لا تتعدى 1500 متر. وهذه هي المكان، من هنا انطلقت القذيفة، من هذا المكان. وهذا حاجز أبو شفيق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحاجز لا يبدي أي مقاومة، لا نسمع أي أصوات إطلاق نار من داخل الحاجز. لا أدري إن كان الحاجز تم انهياره بالكامل بالفعل أم لا، وإنما لا توجد أي أصوات من داخل الحاجز. نسمع أصوات القذائف تتساقط حول الحاجز وفي داخل الحاجز. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا هو حاجز أبو شفيق، القذيفة في داخل الحاجز، ومن هنا انطلقت القذيفة من هذا المكان تحديدا. هذا الغبار، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الحاجز، هذا حاجز أبو شفيق، ربما يكون نهار بالفعل. لا نسمع أصوات إطلاق نار من داخل الحاجز، لا نرى إلا الدخان يتصاعد من داخل الحاجز بعد استهدافه من قبل الجيش الحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حاجز أبو شفيق 17/6/2013.